مرحبا معاكم شيف أفنان الجعدي. وطبعا عشان تعرفوا اللي حعمله اليوم، أول شيء تسووه سبسكرايب على قناة فتافيت وحطوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد راح نحطه. شايفين شو موجود قدامي؟ شريم، جمبري، برون، ملك الجمبري، ما شاء الله قد ايش كبروا. فشي زي كذا جميل وفريش، كيف اطبخه صح وبطريقه طعمه ما يجلد معايا وما يكون ني والكل يحبه، جدا سهل. اهم شيء ركزوا. اول شيء شيل الراس ومره ما نغسل، طعمه البحر هذه اهم شيء تكون موجوده. هاجي هنا حخلي القشرة، هذه كنز، هذا يعطيني طعم، هو وراس الجمبري. طبعا أنا حأشيل هذه الزوايد أول شيء، الخيط اللي يجي هنا في بطن أو في ظهر الجمبري لازم نخرجه، لازم أفضي اللي هي جوة الراس هذه الأشياء لأنه هذا وسخ وإحنا نبغى راس الجمبري لأنه هو أكثر شيء غني بالنكهات. كذا جاهز عشان أبدأ أوريكم الوصفة. طبعاً أنا مسخن الطاوة هنا على حرارة وسط عالية، هستخدم زيت زيتون لأنه الطبخة دي مرة سريعة، وطبعاً زيت الزيتون ما ينفع أنه هو ينطبخ بزيادة، حيبدأ يقلب إلى مرار إلى سموم من يوم ما يطلع له دخنة غلط. فالجمبري من أسرع الوصفات اللي ممكن تطبخوها. هبدأ بشيء اللي هو هستخدم راس وقشرة، واحدة تكفل هذه الطبخة عشان أنا ما راح أسوي فيها أي لعب. أهم شيء إنه أنا ماني رافع الحرارة مرة وكل شوية بشيلها عن النار، لأنه بستخدم هنا زيت الزيتون، والجمبري كمان من الأشياء اللي جدا حساسة، لا تلعبوا في الحرارة. شوفوه بدأ يتلون مرة بسرعة، لو تشموا الريحة. أهم شيء أنتوا قولوا لي لما تعرفوا كيف تطبخوا الجمبري صح، كيف حتحبوا تعملوه؟ إيش الطعمات اللي حتضيفوها؟ وهل عجبتكم وناسبتكم؟ أكتبوا في الكومنتس تحت، ولا تنسوا ترنوا الجرس وتعملوا سبسكرايب لفتافيت. كده كفاية، دحين هعلي الحرارة شعرة وأبدأ أحط الشريم. هنخليه زي كده دقيقة دقيقة ونص، وأقلبه الجهة الثانية بعدين سوتين. الشريمب من أكثر الأكلات الحساسة اللي تستوي مرة بسرعة، بس أنا معايا جامبو اليوم فحقه ينطبخ 4 دقائق 5 دقائق ماكسيموم، أكثر من كده حيصير جلدة. ونقلبه بعد شوية. ريحة الشريمب الحين عدت دقيقة ونص دقيقتين تقريبا، راح أقلبه على الجهة الثانية زي كأني بتعامل مع السيج، ونفس الشيء حيحسب لها دقيقة ونص دقيقتين لأنه في باقي آخر دقيقة إلى دقيقتين طبخها مع باقي المكونات. وأهم حاجة لونها يا جماعة، يفتح النفس. باقي تتشز مرة صغيرة حأحطها، نفس الشيء أنا ما أحب ألعب بالمكونات الأساسية، لما تكون فريش وغنية وطعمها مرة لذيذ حرام أنا أغطي هذا كله، يعني طعمة الجمبري الحقيقي أضيعها وألبسها مليون حاجة، مرة مو طعم يعني الموضوع الصراحة. وأنا بعد ما عززت نكهة الشريمب يدوبك ححط لها تاتشز البسيطة، عصرة لايم، شوية زبدة، ثوم وفلفل حار وبقدونس وبس، وكل واحد واللي يحبه. أوكي، هنا يبين معانا إنه كيف استوت أو ما استوت، إذا شايفين خلاص يبان اللون كله صار أبيض، خلاص شوفوا ما بقي عندي إلا شعرة. هنا أبدأ أضيف النكهات لأنه ما ينفع تنطبخ زي ما قلنا أكثر من كده، النكهات يدوبك ححطها على النار عشان تتبل وتغلف الشريم، وكده يكون طبختنا انتهت. أول شيء حجيب الليمون، زبدة، أول ما تبدأ تسيح الزبدة ححط شوية ثوم، أنا بساعد الزبدة تسيح عشان ما تنحرق، إحنا بدأنا بزيت زيتون والزبدة بس عشان طعم فظيع، لأنه بصراحة أنا مدرسة فرنسية، butter is pleasure حتى لو أنا صحية.
فهنا شوية ثوم لأنه قلت ما أبغى أغطي طعمة الشريم. من يوم ما أشم ريحة الثوم تطلع وتشيز ما شاء الله طلعت على طول، أحط اللي بعده شوية تشيلي فليكس، طبعا ملح وفلفل أسود. دحين أنا أضمن لكم إنه الجمبري مستوي تماما وأخذ كل الطعمات الفظيعة. أهم حاجة في الأخير جدا ما دام أتأكدت إنه هو استوى، فريشنس، شوية نعناع، وخلصنا الريسيبي. أروح لمي عشان نضبطها. فاينل صوص. لا تنسوا انكم تعملوا ثامز اب وسبسكرايب على فتافيت في اليوتيوب، وكمان تقولوا لنا تعليقاتكم وايش جربتوا من هذه الوصفه.